ازيك يا نونا؟ ازيك يا باربي؟ وحشتيني قوي يا نونا. انت كمان يا باربي. تعرفي الكرتون بتاع شيمر اند شاين يا نونا؟ انا بحبه قوي بجد. طب انت عارفه ان هم عملوا العرايس بتاعته دي العاب جميله قوي؟ بجد؟ ايوه استني هوريكي. شفتي يا نونا العرايس بتاعه شيمر اند شاين؟ تيجي نفتحها مع اصحابنا بسرعه. يلا بينا. واو بصي يا نونو، ايه رايك في الجمال ده؟ ده حصان شيمر اند شاين، شايفه شعره ولا ديله؟ واو بيطير ده ولا بيعمل ايه؟ طبعا بيطير. قريبي كده. اوه الله، بقى وريني بقى ايه العروسه بتاعته دي. واو بصي شعرها طويل ازاي، ولابسه ايه في رجليها؟ لابسه شوز ابيض. وبصي لابسه ايه؟ نرفعها كده بس عشان اصحابها يشوفوها. طب بصي لابسه ايه في ايديها؟ لابسه اساور. يا سلام دي شكلها بالظبط. حاسه ايه على راسها؟ اكسسوارات. واو كمان شعرها طويل قوي. شعرها لونه ايه؟ بينك. الله دي العروسه دي جميله قوي، وكمان فستانها هايل وشوزها كمان حلو قوي. طب تعالي نشوف ايه اللي حصل هناك ده. حصان العروسه الثانيه. واو كل عروسه حصانها اللون بتاعها بينك برضو. شعره بينك برضو فعلا يا نونو، صح ده حصان وحيد القرن. واو تعالي نشوف عروسه اسمها ايه. شوفي واو ورينا كده. طويل جدا فعلا، طويل يا نونا. ثواني ما نعدل البتاع بتاعتها. الاسورة؟ الاسورة طبعا كانت هتقع مننا. يلا بصي الاسورة الشوز والحزام بتاع الفستان. الله وكمان الشوز بتاعها حلو قوي يا اصحابي. الحصان بتاعها بص. تيجي نحاول نركبها الحصان نشوف كده هتركب ولا لا. طب اما نشوف ده. بصي بيفضل واقف فوق السمك. واو جميل. وبعدين بينط كده. تعالي كده هاتي حصانها. طب بصي طياريه. تعالي نشوف حصانها كده هتعرف تركبه ولا لا. الله الله دي مش عارفه تركبه، بس دي في الكرتون بتركبه. ايه رايك فيها يا نونا؟ حلوه جميله قوي صح. يلا بينا نقول لكل اصحابنا ايه يا نونا، ما تنسوش تشتركوا في قناتنا، وكمان يفعلوا علامه الجرس، يضغطوا عليها ويضغطوا على زرار اللايك اللي فوق. برافو عليك يا نونا. ونقول لكل اصحابنا ايه، نشوفكم على لعبه جديده. باي 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 باي.